مهم جدا من محامي أصحاب المعاشات للبرلمان بشأن العلاوات الخمسة. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله القدير أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما أبدأ تفاصيل الخبر من فضلك انزل اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، فعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. في جريدة النبأ يوم الأربعاء 5 فبراير 2020 تفاصيل الخبر. كشف محامي أصحاب المعاشات عبد الغفار مراولي رفضه مناقشات مجلس النواب حول العلاوات الخمسة دون مشاركة رئيس الاتحاد البدري فرغلي. وكتب مغاوري على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: عدم وجود المناضل الشعبية البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات فيما يطرحه بعض أعضاء مجلس النواب تحت مسمى مشروع قانون للعلاوات يؤكد أن اتحاد المعاشات متمسك بتنفيذ الحكم ويرفض أي محاولات حول الالتفاف عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات علشان يصلك كل جديد. شكرا ليكم على حسن المتابعة.